تمام. في أول سؤال، كيفية تمويل المشاريع من عاصم؟ كيفية تمويل المشاريع لمساعدة الناس إغاثيا؟ شاركنا هدول الروابط. إذا حدا بيحب كمان يضيف رابط من المتحدثين ممكن نضيفه لاحقا على الفيسبوك. هل تعتقدون أن ممكن ممارسة الضغط على الحكومات الأوروبية لتمويل مشاريع المساعدة للسوريين في الشمال والمخيمات؟ حدا بيحب يجاوب على هذا السؤال؟ إذا في حكومات أوروبية معينة ممكن نتوجه لها؟ ممكن أنا أجاوب إذا بتحبي. تفضل دكتور مجد. الحقيقة أنا برأيي الضغط ممكن، نحن مثل ما بنعرف على سبيل المثال الألمان كانوا هن بيدعموا كل يعني مديريات الصحة، عدة فترة دعموها بكل سوريا، كان في 8 مديريات صحة، وبعدين بلحظة ما كمان قرروا يوقفوا هذا الدعم لأسباب يعني بشكل أساسي هي أسباب سياسية. يبدو كان ما في رغبة حقيقية بصراحة بدعم أجسام بديلة عن مؤسسات النظام، وهذا بصراحة أدى لمشاكل كثير كبيرة. يعني اليوم لما نحكي عن استجابة صحية على سبيل المثال بإدلب، يعني أنا إذا بتسمحوا لي راح أحكي عن مؤسستي، من الشهر السابع لحد الآن يعني صار 8 أشهر كل الكادر اللي بيشتغل هو كادر تطوعي، فكيف أنت ممكن تقود استجابة بهذا الحجم وبهذا الضغط بالاعتماد على كوادر فقط متطوعة؟ فبعتقد كان في تخلي عن مسؤولياتهم بصراحة تجاه هاي المناطق ولأسباب سياسية. فأنا بعتقد ممكن يعني يكون في ضغط على الحكومات الأوروبية وبشكل خاص الحكومة الألمانية والحكومة الفرنسية اللي هن استثمروا لوقت مليح ب مشاريع الجوفرنس، مشاريع الحوكمة ضمن هاي المنطقة، وبعدين قرروا فجأة يتخلوا عن كل هاي المشاريع ويتخلوا عن دعمها. تحياتي. تمام، شكرا دكتور منذر. حدا بحب يضيف شيء ثاني على هذا السؤال قبل ما انتقل للسؤال اللي بعده؟ ممكن إضافة صغيرة يا زينة؟ تفضل. يعني كثير عم ينحكى انه حتى دول الاتحاد الاوروبي او الدول الاوروبيه بشكل عام ما عندها القدره انه تساعد نفسها، فلذلك رح يكون صعب انه تساعد السوريين مثلا، لكن بعتقد في كثير مجالات ممكن الدول الاوروبيه حتى بظل الازمه اللي هن عم يعيشوها يساعدوا فيها السوريين. اليوم الاتحاد الاوروبي ناقش حزمه مساعدات للدول الافريقيه مثلا لانه الوباء صار عم يتفشى هناك، وفي خوف من ارتدادات هالوباء اذا تفشى بافريقيا حتى لو تم السيطره عليه باوروبا انه يرجع وينتشر باوروبا ايضا. لذلك على الاقل على المستوى الاغاثي، مستوى توفير مواد معينه ممكن الدول الاوروبيه تساعد والى القدره ايضا انها تساعد. الرساله الاساسيه اللي لازم يتم توجيهها للمجتمع الدولي هو عدم تسييس الموضوع، وبالتالي مساعده كل المناطق السوريه اللي بتحتاج إلى دعم لمواجهة هذا الوباء. نفس المشاكل اللي مرت فيها مناطق في شمال غرب سوريا عم بتمر فيها إلى الآن أيضا مناطق شمال شرق سوريا بالنسبة لتسييس المساعدات. حتى من ذكر مثال ألمانيا مثلا، ألمانيا إلى الآن عم تمتنع عن تقديم المساعدات بشكل جدي وحقيقي لمنطقة شمال شرق سوريا حجج ايضا سياسيه، لكن هلا بظن الوقت هو حرج، ومن مسؤوليه هاي الدول الاخلاقيه انها تترك الجوانب السياسيه وعلى الاقل في مواجهه وباء مثل فيروس كورونا انها تساعد الناس على تحمل كل هاي التبعات الموجوده. ممكن صوت سوري موحد بخطاب موحد انه على الاقل بمواجهه هذا الوباء إخراج هذا الموضوع عن الأجندة السياسية ممكن يساعد الناس، والدول الأوروبية عندها الطاقة وعندها الإمكانية أن تقدم مساعدات بكثير مجالات، مو ضروري تكون أجهزة تنفس وإنما في مجالات أخرى ممكن تساعد فيها. شكراً كثير لك فرهاد. في سؤال من ميرفت عن موضوع المياه وندرتة بالمخيمات، هل هناك أي بيانات تفصيلية لهذه الأماكن عن موضوع المياه بشكل خاص؟ أنا ممكن أخذ هذا السؤال.
موضوع المخيمات بشكل رئيسي، في عدة مشاكل بالمخيمات، وفي عدة أسئلة سألت عن المخيمات، رح أحاول أجيبها سريعا. أول شيء، المخيمات في سوريا من بداية 2019 بتشتغل 400% من الاستطاعة تبعها، يعني الخيمة المصممة لأربع أشخاص عم يقعد فيها 16 شخص، المخيم اللي مصمم لألف شخص عم يقعد فيه 4000 شخص، وبالتالي موارد هذا المخيم كمان هي. في عندنا مشكلة تانية، إنه حوالي 60 أو أكثر من 100 من المخيمات هي مخيمات عشوائية، يعني هي عبارة عن إنه ناس نزحت من قرية معينة، إجت على مكان أرض ما تتبع الدولة أو أحد المزارعين الفلاحين أو شو ما كانت ملكية الأرض، وبيقيموا عليها خيام عشوائية، وبعد فترة بيتجمعوا. بصير بعدين بتجي منظمات قادرة على توزيع إغاثة آنية، يعني استجابة طارئة، هي عبارة عن وجبات غذائية وصهاريج مياه، وبصير بتوزع لهم. هي المراف، هي المخيمات ما فيها بنية تحتية منوب ولا حتى صرف صحي، ما فيها شبكات صرف صحي، وبالتالي هي عرضة بشكل أكبر للانتشار. النسبة أنا ما بذكرها تماما، ولكن هي أكثر من 60%. المخيمات، وعودة بقى المخيمات النظامية اللي تم إنشائها من قبل منظمات ضمن مخطط واسع أكبر للاستجابة في سوريا، يقوده قطاع المخيمات والمأوى في شمال سوريا، هي المخيمات تتحمل 400% من استطاعتها، وبالتالي كمان بدنا نعرف انه كميه المياه اللي عم تروح للشخص عم يتلقى ربعه بس، اللي المفروض تروح لشخص عم يتلقى ربعه. في عندنا مشكله كمان، هي هلا انخفضت بمناطق النظام، كانت سابقا بالذات بالفترات اللي كان عم يصير فيها فعل المصالحات، اللي هي استخدام مراكز الايواء المؤقت، هي ما زالت موجوده بالشمال. مناطق النظام انخفضت لانه نسبه يعني مؤخرا المصالحات وانتقال الناس على مناطق النظام اخف كثير، وبالتالي مراكز ايواء مؤقت اقل بكثير بمناطق النظام، ولكن موجوده هي مراكز الايواء المؤقت موجوده بالشمال بشكل واضح، وهي اشكاليه كثير كبيره. مراكز الايواء المؤقت قد تكون مدرسه، قد تكون معمل، قد تكون بناء قديم ما مستخدم عم يتم استخدامه، وبالتالي هون مصادر المياه بهذا مركز الإيواء المؤقت هي ما مجهزة للاستخدام اليومي، يعني بمدرسة ما بيكون في حمام ودوش وكذا، بيكون في بس دورة مياه ومصدر مياه للشرب، وبالتالي كمان كمية المياه المرفق لاستخدام المياه نفسه هو أقل بكثير. هذا الوضع طويل جدا. في أسئلة تانية عن المخيمات حتى ما كثير يعني نروح ونرجع عم نحكي عن هشاشة المخيمات في مواجهة أي وباء. من ضمن الأسئلة كان إنه مين قادر اليوم يفرض حظر تجول بالمخيمات؟ حياة وما مطلوب حظر تجول، مطلوب تحسين ظروف المخيمات. يعني حظر تجول اليوم بشكل مطلق ما عم يكون مفيد، بالذات بالمجتمعات اللي ما عندها قدرات لوجستية، لأنه اللي عم يصير أنه لما عم يتسكر الكوميونتي شو ما كان يكون، مخيم ولا غير مخيم، عم نمنع التجول فيه طول النهار، وعم نسمح بعدين ساعتين للناس تروح تعمل تجيب احتياجاتها اليومية. هدول الساعتين الناس عم تتجمع بمكان واحد اللي هي الأسواق أو مصادر اللي يقدروا يحصلوا منها على موادهم، إذا كان المخيم فهو مراكز التوزيع وما إلى ذلك. فهو يعني مقاربة اليوم بأماكن قدرات اللوجستية ضعيفة، ما فيها مراكز توزيع كتير، وما فيها قدرة على تأمين احتياجات للناس لبيوتهم، كتير برأيي خاطئة. يعني هذا بيطبق بمجتمعات عندها قدرة على أنه تأمن احتياجات الناس لبيوتها، أو على الأقل على مستوى كتير صغير، يعني مستوى الحارة والحي وكذا. نحكي عن مخيمات تعدادها مئات الآلاف يوم بالشمال، بغض النظر ما في سلطة أو ما في سلطة، رح نجي على موضوع ما في سلطة بالشمال اليوم. نتمنى يعني انه ما تتنحى حكومه الانقاذ نتمنى تتنحى، بس نتمنى انه ما تحمل الحمل تيجي تتصدع تتصدع للاستجابه، لانه هذا راح يعمل اثر سلبي كثير. اول شيء ما عندهم خبره واضحه، اثنين في يعني ما في قبول لها دوليا نهائيا تجي تاخذ هذا الحمل، غير هيك ارتباط الوثيق بهيئه تحرير الشام اللي يعني واضح كمان رح يعمل اشكاليه عند المانحين.
فنتمنى انه تتنحى، نتمنى انه تتنحى كل الحكومات اللي موجوده في سوريا كلهم، ولكن نتمنى انه ما تتصدى للموضوع. في كمان عن يعني مواضيع متعلقه بقصص المخيمات، حتى تجارب مره نحكى عن فكره عن عزل الفئات الاكثر عرضه او ضعفا في مواجهه الوباء، اللي هن كبار السن والناس المدنفين اللي عندهم امراض عامه، سواء سكري ولا سرطانات ولا اي شيء من هاي الامراض، اللي هن ضعيفين جدا في مواجهه هيك وباء، واللي نسبه الوفيات عم تكون اعلى منهم. عزلهم مشكله كثير كبيره بالمخيمات اليوم، لانه المخيمات ما فيها يعني ما فيها بنيه. اليوم هذا الحكي بحاجة لجاهزية، فهو هو الحل إيجابي، بس بده فرق لحتى تقدر تعمله، وبده بنية تحتية لحتى تقدر تعمله، وبده يكون في خيم أوسع لحتى تقدر تعمله، وبعدين مين بده يقدم لهم الخدمات؟ يعني في ظل عدم انضباط الموضوع، عدم قدرة الناس على انه هي بتنظم حياتها اليوميه بسبب الظرف تبعها. يعني دائما نحن عم نتهم المجتمع بضعف وعيه، ما المشكله ضعف وعي المجتمع، المشكله انه اليوم المجتمع همه اليومي اكبر بكثير من انه يقعد يفكر بهي القصه. وحكى الدكتور منذر يعني حاله الاحباط تبع متنا بكل الوسائل، شو راح يضيف الكورونا، يعني هي كمان كمان قصه اكيد في، بس يعني انا عم شوف وعم بسمع اخبار من في زملاء عايشين بكثير دول بالعالم، بالولايات المتحده، بالسويد، بكندا، عم نسمع كثير عن انه الناس ما لها ملتزمه وما لها منضبطه، وعم تروح تتجمع، عم تروح الشواطئ، ويعني مو بس مجتمعنا السوري. نفكر اليوم بابن المخيم اللي عايش بالمخيم، اللي احتياجه اليومي بيحصل عليه بالكاد، كيف بدنا نجي نقول له مقارنة بالمواطن اللي حكومته عم تحاول تعمله، كيف بدنا نجي نقول له خليك قاعد بالبيت اللي هو عبارة عن خيمة، إذا فات قاعد بقلبه بيختنق، يعني ما بيقدر هو بالنسبة له الخيمة دوبة مكان نوم. فحقيقة الفكرة حلوة جيدة جدا إنه نقدر نحن نعزلهم، بس في قدرة، يعني الأفضل اليوم إنه نحسن ظروف الاستجابة، نحسن وضع المخيمات. هذا صار طارئ وعاجل، يعني صرنا نحن سنين عم ننادي بهذا الموضوع، ما شيء جديد، هذا ما عمره يوم يومين، بالذات 2016 تفاقم كثير مع العمليات العسكرية، وهذا بشمال شرق وشمال غرب، مو بس بشمال غرب، بس اليوم هذا صار مخاطره مو بس على الناس اللي عايشين بالمخيمات، يعني طبعا هن همنا الأساسي، وهمنا الأساسي انه هن حمايتهم، لكن اليوم هذا مخاطر عن انتشار وباء كثير كبير، لن يمكن ضبط الموضوع إذا تفشى بالمخيمات، لا يمكن ضبطه ولا بأي شكل في الظروف الحالية. كمان حكى عن أنه يعني شفت من ضمن الأسئلة استعرضتها سريعا كمان بما يتعلق بالمخيمات، أنه في كلاسترات أو منظمات تجمع معلومات وكذا، معلش سامحوني بالرأي، يعني الكلاسترات اللي عم تجمع معلومات عن الاستجابة سنين، يعني هم أساساً شغلتهم يجمعوا الاستجابة، أنا ما عم ملوم المنظمات أعضاء الكلاسترات، عاملين جهدهم بشكل كتير كبير، ولكن وكالات الأمم المتحدة اليوم المفروض تكون بالخط الأول للتصدي لهذا الموضوع، بس عم تجمع معلومات، بس عم تجمع معلومات 300 كت، يعني معيب اللي حكاه دكتور موزير اليوم عن استجابة منظمة الصحة العالمية، معيب جداً. فما بدي فوت بهذا المجال، لكن اليوم بس عم نجمع معلومات. اوكي، شو عم يصير؟ استجابة حقيقية، زاد عدد السلل الغذائية اللي عم تتوزع، منيح جيد، يعني هذا مطلوب، لكن المطلوب اوسع من هيك بكثير، ومطلوب من زمان، اليوم صار حاد جدا، صار خطره كثير كبير. هي بتوقع انا شفت كل الأسئلة تتعلق بالمخيمات، المفروض تكون جاوبت عليها. شكرا كثير دكتور محمد. في سؤال، إذا مواد التنظيف متوفرة في الأسواق في الشمال السوري، وكيف يمكننا المساعدة في شراء هذه المواد؟ للأسف نحن فقدنا أحلام، ما عادت معنا هلأ، هي أونلاين، ما أعرف إذا الدكتور منذر بتحب تجاوب، أو هو أو هل السؤال مغطى عن طريق حملات التبرعات؟ لا بصراحة في نقص كثير كبير بمواد التنظيف الأساسية، وحتى في نقص يعني مواد التطهير اللي بنستخدمها للمنشآت. الفترة الماضية بصراحة الدفاع المدني ومنظمات تانية قاموا بجهود طيبة، ولكن على اعتبار أنه موضوع التطهير ما هو موضوع مرة واحدة وبينتهى، يعني نحن المنشآت الطبية مثلا المفروض
نقوم بعملية تطهير مرتين باليوم وكذلك الكثير من المنشآت الأخرى، وبالتالي الاحتياج أكبر بكثير من أنه يتم تغطيته بحملة أو ما شابه ذلك. المواد بشكل عام متوفرة لأني ما في حظر على تصدير المواد مثلا من تركيا، أو ما في حظر أنه تجي ترانزيت حتى لداخل سوريا، وبالتالي ممكن المساعدة عن طريق يعني المنظمات اللي بتشتغل بهذا الموضوع أو حتى من خلال الروابط اللي حطيتوها بشكل عام موجودة. نعم نعم شكرا لك. في سؤال، هل هناك منظمة سورية تقدم الاختبارات في سوريا؟ ما هي الاحتياجات المقدرة للاختبارات وضمن أي استراتيجية؟ بتخيل مقصود اختبارات الكورونا، يمكن جاوبنا على هالجواب. تحب تحكي شيء دكتور؟ يعني إذا بدكم باختصار، أنه اليوم بشمال سوريا موجود جهاز PCR واحد موجود بمدينة إدلب، الكباسيتي تبعيته هو بين 10 إلى 20 اختبار فقط، وهذا كثير قليل. طبعا في بعض أجهزة PCR الموجودة بأوروبا اللي ممكن تعمل 90 اختبار بالدفعة الواحدة، وحتى طلع شيء أحدث من هيك هلا، بس بعتقد الموضوع ما كثير مكلف. فإذا في إمكانية بصراحة لشراء بعض أجهزة PCR للمنطقة ممكن يكون جيد. وفي معلومة كثير مهمة، أنه الطبق المحوري اليوم بالمراحل المتقدمة للإصابة بالفيروس نسبة السلبية الكاذبة هي 2%، بينما نسبة السلبية الكاذبة في PCR هي بتوصل لل 40%، وبالتالي ممكن كثير بهاي المناطق الاعتماد بشكل كثير كبير على الطبق المحوري. لذلك إذا ممكن دعم بأجهزة PCR، وهي ما كثير مكلفة بالمناسبة، وممكن يعني الاعتماد على أجهزة الطبق المحوري وتشغيله إذا كان في شيء موجود وهو غير فعال، بعتقد هذا كمان كثير مهم، يعني ممكن يحل قسم كبير من المشكلة. وهو جهاز PCR بيتم عفوا توفيره عن طريق ممكن حكومة متبرعة أو عن طريق منظمة الصحة العالمية؟ ممكن عن طريق حتى منظمات عادية، يعني ما هو ما بيتطلب فقط حكومات، فأي مؤسسة فيها إذا موجودة بأوروبا فيها تشتري وتبعته. يمكن تأمين الكيتات يكون بهاي الفترة صعب، بس بعتقد كمان بيلتقى حلول في حال كان في موارد. والطبقي خيار أسهل بكثير، يعني الطبقي بالمراحل المتقدمة هو إلى حد كثير كبير بصراحة بيعطي نتائج جيدة، هو فقط بيحتاج يعني تكاليف تشغيلية، فكتير الموضوع بسيط. شكرا لكم. مثل ما سمعنا أنه بشمال شرق ما في جهاز حاليا، فأي حالة لازم يتم إرسالها إلى دمشق. طب السؤال اللي بعده، سمعنا بمنع السلطات التركية دخول كونتيرات طبية إلى الشمال الغربي، هل الأمر صحيح؟ تفضل دكتور. طيب أوكي. كان في قرار بتركيا بمنع بعض تصدير بعض الأجهزة اللي خاصة مرتبطة بموضوع الاستجابة للكورونا، مش لسوريا، منع تصديرها بشكل عام. طلع القرار الفترة الماضية، طلبنا من الـ WHO التواصل مع الحكومة التركية، وتم التواصل، وكان في وعد بتقديم تسهيلات بهذا الموضوع. في صعوبة لوجستية مهمة لأنه في نقص بالموارد، وهي مش أحد مشاكل استجابة الخطة تبع الـ WHO. يعني اليوم حتى لو بعد كل هذا التأخير بصراحة نحكى أنه أوكي نحن اليوم جاهزين لحتى نستجيب، يمكن ما عاد نحسن نشتري بصراحة منافس، أو ما عاد نحسن نشتري. أول شيء الأسعار صارت أكثر من الضعف خلال الفترة الماضية، وبالتالي هذا راح يكلفنا كثير مبالغ إضافية. ثاني شيء صار كثير في صعوبة بتأمينها، وبالتالي، وطبعا أنا هون عم بحكي بشكل حقيقي، الفترة الماضية أنا كنت عم أسأل إنه هل هذه الاستجابة سوف تصل قبل الكورونا أم بعد الكورونا. كان في سؤال يعني بالأسئلة إنه شو الفرق بين خطة عنتاب وخطة دمشق، طالما بلشت احكي عن الموضوع راح اغطيها. اول شيء في 8 بلايرز بالخطه، هي بتشمل المواضيع المختلفه اللي بتم فيها الاستجابه. عدد الانشطه اكبر بكثير في دمشق، 1. 2، الخطه في دمشق بدا تنفيذها فعلا خلال الفترات الماضيه، نحن ما بدا تنفيذها. 3، الخطه بدمشق كان في لها محطوطه على مده 6 اشهر، نحن لحد الان، وطبعا هذا الكلام هو صحيح، تمام، هو ليس يعني مجرد فكره، هو صحيح، لحد الان نحن ما بنعرف اصلا إذا كان هاي الخطة بده يتم البدء بتنفيذها بعد بشهر أو بشهرين أو بثلاثة، أو بصراحة ما راح يتم تنفيذها، لأنه بالنتيجة التاسك فورس هو كتب مثل مقترحات، أنه هاي المقترحات تبعتي بتكلف هيك، بس مين بده ينفذها وأيمت بده ينفذها ما حد عنده أجوبة، تمام. وبالتالي بصراحة نحن اليوم يعني ما بنعرف إذا يعني الفترة المقبلة فعلا راح يتم تنفيذ شيء من الخطة، ولا راح تعدي علينا الجائحة وتقتل عشرات آلاف الناس وتنتهى وكأن شيئا لم يكن.
شكرا لك. السؤال اللي بعده، يا ريت نسلط الضوء على تأثير ضغط الجيش الوطني المحتل لمناطق شمال شرق سوريا وتأثيره على انتشار الوباء من خلال استهداف محطات المياه والكهرباء، حيث يمنع إيصال المياه والكهرباء إلى كامل مدينة الحسكة وزيادة الضغط وخلال حظر التجول بسبب محاولات إيجاد بدائل. ما بعرف إذا فرهاد بتحب تعلق شيء، هو ممكن مو سؤال كان بس تعليق، يا ريت نسلط الضوء يعني. نعم، حكينا كمان بالتعليق وبمداخلتي أشرت لموضوع محطة تعلق وقطع المياه منها، وبالتالي وقوع حوالي 460 ألف شخص في خطر عدم الوصول إلى مياه الشرب، وتعرضا كمان ل يعني لإجراءات أقل من ناحية النظافة، وبالتالي كمان وضعهم في وضع أسوأ، في حالة أسوأ بخصوص الإصابة بكورونا. هلا المشكلة كمان إضافة إلى قطع المي من المحطة الرئيسية في علوك اللي الآن أصبحت تحت سيطرة الجيش التركي والجيش الوطني، هو استمرار عملية القصف على مناطق محيطة بتل تمر. ويوم أمس مثلا في خلال عمليات القصف وقعت قذائف على يعني الطريق اللي بيمر فيه المي، او شو اسمه الانابيب اللي بتوصل المي الى منطقه الحسكه وحواليها، فهون صار في ضرر لسه اكبر. يعني حتى الجانب الروسي والجانب التركي احيانا بيتفاوضوا مع بعض بخصوص السماح بتشغيل محطه علوق، لكن اذا في قصف وفي ضرر بيتم الحاقه بانابيب نقل المي، فحتى لو تم إعادة تشغيل محطة علو المياه ما راح تصل للمنطقة. لذلك على الأقل حاليا كل الأطراف الموجودة بسوريا والمشتركة بالصراع العسكري لازم توقف كل العمليات العسكرية، لأنه أي عملية عسكرية ممكن تصعب من الوضع اللي هو أصلا صعب لكل السكان، وبشكل خاص إذا تعلق الأمر بمادة رئيسية جدا اللي هي المي. ومنطقة الحسكة بلشت تعاني من هالمسألة بعد العملية الأخيرة بأكتوبر 2019، وإلى الآن بيتم تشغيل المحطة، بيتم بعدين إيقافها لمدة أسبوعين، وبيتم إعادة تشغيلها لمدة يومين ثلاثة وهكذا، بدون الوصول إلى حل حقيقي وإخراج مسألة المي من الصراعات العسكرية والسياسية. هاد في كذا سؤال بس لشمال شرق، إذا فينا ناخدهم على السريع. هل ما زالت المعابر مفتوحة في شمال شرق سوريا؟ بخير جاوبت على السؤال. المعابر مغلقة. كان في سؤال آخر عن المعابر المائية اللي غير شرعية وغير رسمية، ما عندي بصراحة معطيات عنها، لكن الحال العام دائما بمنطقة دير الزور والمناطق المحاذية لنهر الفرات دائما كان في شكوى أنه في عمليات تهريب لمواد مختلفة عبر المعابر المائية الغير رسمية، وما بعتقد أنه في أي قوة ممكن تسيطر على الوضع بشكل كامل جدا حتى لو فرضت إجراءات مشددة، يعني لا قبل أزمة كورونا ولا بعدها ممكن السيطرة بشكل كامل على هذه المعابر أو على طرق التهريب. خلينا في سؤالين كمان على حظر التجول بالشمال الشرقي، وعم يقولوا أنه هذا عم يعمل مفعول عكسي لأن الناس عم تتجمع بأماكن واحدة وبشكل مكثف، حتى قوى الأمن الداخلي عم تعتقد اللي عم يكسر الحظر عم تجمعهم كلهم بالبوكس وتحطهم بزنزانة واحدة ليلة كاملة. صحيح. إجراءات الحجر اللي بلشت بشكل مباشر، وتم توجيه نداءات من السلطات المحلية للسكان بالالتزام ببيوتهم وعدم الخروج إلا لشراء مواد غذائية أو مواد أدوية طبية يعني. لكن الناس يعني بعد يوم يومين صارت تمل وبدها تطلع. وفي مشكلة كمان إنه يعني بالمدن مو كل الأحياء عندها اكتفاء ذاتي من ناحية وجود محلات سمانة كافية مثلاً لحتى يشتروا المواد الغذائية منها، أو صيدليات عم تضل تشتغل. فإذا في نقص بأي مادة مثلاً مادة الخبز، كتير ناس تضطر إنه تطلع للسوق المركزي لحتى تأمن مادة من المواد الغذائية، خاصة اللي عندهم أطفال أو اللي عندهم مرضى بحاجة إلى أدوية. لكن التوجهات اللي هلا عم نسمع عنها انه راح يتم تحديد اشخاص بكل عيله بيتم السماح لهم بالخروج والحصول على مواد ما بتكون متوفره في الحي اللي هن ساكنين فيه، لكن اذا المواد متوفره بالحي راح يتم منع خروج الناس من الحي نفسه.
عم تتشدد الإجراءات حسب ما عم نسمع من كثير من الناس الموجودين بالمنطقة ومن زملائنا اللي عم يشتغلوا هنيك أيضا، لكن دائما في تسربات يعني. طب في كمان سؤال، بما أنه أنت معنا على توزع السكان بين المدن والمخيمات بالشمال الشرقي، تخيل كمان أنت حكيت أنه في 11 مخيم صحيح. ألف نازح موزعين عليه. صحيح، في 11 مخيم اللي هن بالفعل خيم، وإضافة إلى مراكز الإيواء اللي لازالت موجودة بمدينة الحسكة اللي بالبداية كانوا بحدود 72 مركز إيواء، قسم منهم خرج استأجر بيوت أو صار عم يسكن عند أقاربهم وأهليهم، أو خرج للمخيم اللي تم تأسيسه بشكل خاص لنازحي رأس العين. لكن حالياً عندنا حوالي 62 مركز إيواء اللي هن مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية بيتم استخدامها بشكل كلي كمراكز إيواء لنازحي رأس العين وريف رأس العين. وبالتالي هاي العملية يعني كمعلومة جانبية أوقفت العملية التعليمية بالكامل بالمنطقة، لأنه لا الأطفال النازحين عم تصير عندهم الفرصة أن يروحوا للمدارس، ولا السكان المحليين اللي كانوا عم يروحوا على هاي المدارس 62 عندهم أي إمكانية أو بديل آخر ممكن يرجعوا لألون بهاي الفترة. نحن داهمنا الوقت، بس رح نضل يعني بركي كمان 10 دقائق بس نجاوب على الأسئلة، لأنه في كمان لسه أسئلة عم تجي ولسه في حضور معنا. كمان في سؤال، شمال شرق إذا تم إرسال عينات للحكومة السورية وإذا تم التجاوب أو إرسال نتائج على حد معلوماتك؟ يعني هو الإمكانية الوحيدة أصلاً الموجودة، لأنه ما في جهاز فحص بالمنطقة، فبيتم إرسالها إلى دمشق، ويعني ما عندنا أرقام محددة كم عدد العينات اللي تم إرسالها ومستوى التجاوب، لكن على الأقل في حالة واحدة بالقامشلة اللي صار فيها كتير لغط وحكي انه تم ارسال العينه لدمشق بعد يعني اكتشاف بعض المؤشرات على وجود كورونا، وتم تاكيد هاي العينه على الاقل. لكن في سؤال كمان مرتبط بنفس النقطه، انه هل ممكن المراكز التابعه للنظام الموجوده بمحافظه الحسكه تقدم نوع من المساعده؟ هن ايضا البنيه التحتيه اللي موجوده عندهم مو افضل بكثير من المراكز الصحيه اللي تحت سيطره الاداره الذاتيه، فحتى المشافي اللي في مناطق النظام ما عنده أجهزة للكشف عن أو لتثبيت حالة وجود الإصابة بفيروس كورونا أو لا، فهن كمان ملزمين بإرسال إلى دمشق. لذلك يعني نوع المساعدة اللي ممكن يقدموها كمان جداً محدود أو غير موجود. تمام، شكراً لك. في سؤال عن الجهة التي تقود عملية الاستجابة بإدلب وريف حلب الغربي، هل هي حكومة الإنقاذ أو مديرية الصحة التابعة للحكومة المؤقتة أو المنظمات؟ تخيل كمان، تفضل دكتور منصور. بشكل أساسي الجهة هي بصراحة مديرية صحة إدلب بالشراكة مع المنظمات الموجودة ضمن المنطقة، بالشراكة مع الدفاع المدني والمنظمات الطبية الموجودة ضمن المنطقة. والحقيقة نحن مثل ما تفضلوا زملائي الفترة الماضية ندرك أنه الاستجابة يجب أن تكون متعددة القطاعات، لذلك بدأ تشكيل مجموعات عمل من المنظمات الأخرى الشريكة ومنظمات المجتمع المدني المحلية على مستوى الوحدات الإدارية لقيادة عملية الاستجابة. لا يوجد جهة واحدة فقط تقود عملية الاستجابة، وإنما يوجد نوع من التحالف بين مديرية الصحة والدفاع المدني والمنظمات الطبية الموجودة في المنطقة، وحديثا المنظمات التي تعمل في القطاعات المختلفة. تمام، شكرا لك. في سؤال من ميس عن المدارس، هل من انه هي تخوفها انه السلطات تاخذ قرار باعاده فتح المدارس بسبب ضغط الاهالي ولتفادي حاله انه الفصل الثاني ينتهي من دون نتائج، وانه في حاله استخفاف كبيره بالموضوع بسبب عدم الوعي وعدم وجود اليات التشخيص الصحيح؟ فبحب اسمع رايكم بالموضوع، موضوع المدارس والتعليم. هيما او دكتور منذر او احلام؟ هلا انا بعتقد ممكن احلام تحكي اكثر عن موضوع يعني تجاوب الاهالي او ضغطهم، بس اللي بنعرفه لحد هلا المدارس مغلقه بكل مناطق شمال سوريا، سواء باماكن السيطره التركيه او بادلب. يعني حتى مديريات التربيه اخذ قرار باغلاق كل المراكز حتى التعليميه اللي هي للتعليم غير الرسمي. فموضوع فتح المدارس نتيجه ضغط الاهالي ما بعتقد، لانه كمان مؤخرا بلش نسبة الشعور بالخطر عند هدول الناس تزداد،
والتوعية تجاه هذا الموضوع عم تنشغل على أكثر من مستوى. المشكلة اللي بدها تواجه قطاع التعليم هي ممكن تكون مرتبطة بفعل موضوع نتائج الطلاب وكيفية إجراء الامتحانات. هذا ممكن يكون في عند مديرية التربية خطط معينة أنا ما أني على اطلاع عليها، بس اللي بما أنه أحلام موجودة معنا ممكن تحكي أكثر عن المجتمعات. في أسئلة تانية ممكن جاوب عليها يعني، بس ما بدي أخذ يعني ضيع السؤال حاليا. مرحبا، أهلا أحلام، تفضل. سامتيني زينة، الله يعطيكم العافية. أنا آسفة كثير انقطع النت من عندي، ونحن مشكلة النت عندنا كثير ضعيفة لأنه أكثر الناس عم تشتغل من بيوتها. بالنسبة لموضوع المدارس بصراحة هو إيه، الأهل عم يعانوا كثير كثير من وجود الأطفال. طبعا الأطفال ما انضبوا ببيوت، يعني مثل ما نعرف نحن في دول الجوار في تركيا وغيرها الأطفال في مخيمات. يعني إغلاق المدارس يعني عاد بالعبء الثقيل على الأهالي، والأهالي بيتمنوا أنه تنفتح المدارس، ولكن بنفس الوقت هن خايفين على أطفالهم. هلأ مبدئياً المدارس لا مغلقة لحد الآن، وما في أي إجراءات مخطط لها أنه يتم فتحها. تقريباً من هون لشي 15 يوم بتوقع أو أكثر لنشوف إذا تتضح الأمور بيكون في شيء لا سمح الله أو لا. فلحد الآن لا، الأطفال هن بالبيوت مع الأهالي بالمخيمات، المدارس متوقفة، تم تعقيم المدارس من قبل فرق الدفاع المدني مثل ما حكينا، ولكن ما في اي خطه لفتح المدارس. حتى اليوم هو اول يوم في المحرر وفي مخيمات أطمة بيتم توقيف صلاه الجمعه في المساجد، يعني هاي الجمعه الاولى اللي ما بيتم فيها صلاه الجمعه في المساجد. نعم لك. بس بنفس الوقت زين انه عم يتم التعليم عن بعد للناس اللي متوفر عندهم النت مثلا، والنت مثل ما بنعرف هو هون كثير ضعيف بالمناطق هاي، وما كل الناس عندها هواتف، فالتعليم عن بعد حتى هو يعني عم يلاقوا فيه صعوبة كتير كتير كبيرة. الأطفال هن الأهالي بقى عم يهتموا بتدريسهم بتعليمهم، مثل ما بقول تمشي حال لبين ما الأمور تتضح أكثر وأكثر. تمام، شكرا لك أحلام. أهلي أنا هون بس بدي أعلق يعني على إحدى التجارب من واحدة من مؤسسات الأعضاء بتحالف شمل، مؤسسة كشملك، بلشوا يشوفوا الطلاب اللي عندهم هنا بيشتغلوا تعليم غير رسمي. قد يكون هذا الموضوع بده دراسة أكبر إذا عم نحكي عن أعداد أكبر بمدارس، ولكن تحويل بعض المصاري تبع الفند اللي مخصص للتعليم لتكون هي لتزويد الطلاب بباقات إنترنت ممكن يكون هو حل لهي المشكلة، وخصوصي للصفوف اللي ممكن هي تكون أعداد الطلاب فيها مانا كثير كبيرة. ولاحقاً ممكن يتم يعني إنتاج مواد تعليمية نموذجية يمكن يتم مشاركتها مع الأهالي، بحيث يقدروا هن بس الأولاد يشوفوا فيديو معين أو باوربوينت وبعدين يتواصلوا مع الأساتذة لحتى هن يشرحوا لهم. فالمؤسسات اللي عم تشتغل بالتعليم عم تحاول تأقلم برامجها التعليمية مع قصة التعليم عن بعد والتعليم أونلاين، وممكن الاستفادة من هي الجهود. وفعلا مشكلة النت هي واحدة من المشاكل، ولكن أنا بقصد أنه ممكن يتم حلها بأنه يتم تزويد الطلاب بحزم الإنترنت. شكرا هيما. في سؤال عن أنه الكثير من المنظمات المجتمع المدني والتجمعات المدنية والفرق التطوعية تحاول القيام بدور التوعية، لكن عملية التوعية عم تتم بشكل مغلوط نتيجة عدم القدرة على الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة. هيما بتخيل حكيتي عن موضوع أنه نرجو تحديد قنوات ومصادر موثوقة للحصول على المعلومات وتسهيل الوصول لهذه المعلومات. بالضبط، هي كانت واحدة من النقط اللي أنا ذكرتها، هو أنه في عدد يعني جيد من المنظمات اللي عم تشتغل على موضوع التوعية، بس دائما لما بيكون في العالم كلياتهم عندهم مصدر واحد للمعلومة بيكون الموضوع أول شيء مضبوط لحتى أنت تعرفي شو المعلومات اللي عم توصل لهدول الناس، ما يكون عم توصلهم معلومات مغلوطة، بالإضافة لأنه الناس بيحسوا أنه كلياتهم عم بيجيبوا معلوماتهم من نفس المصدر. ما في بس في واحد مصدر واحد موجود هلأ فينا هي المصادر اللي عم بيتم اعتمادها حالياً هي منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي، وعندهم بعض النشرات والبوسترات باللغة العربية. بس اللي أنا بدي أقوله هون أنه عم بتواجهنا مشكلة اللغة، يعني في عدد من التعليمات عم بتكون موجودة بس بالإنجليزي وبتاخذ وقت طبعاً ترجمتها. فممكن يكون واحد من الجهود التطوعية للسوريين الموجودين بأوروبا هي المساعدة بترجمة المواد. الدراسة اللي حكى عنها مازن شوي هي بالإنجليزي،
ممكن يتم العمل على ترجمة ولو ملخصات عن هي الدراسات. الدراسة اللي أنا حكيت عنها كمان موجودة باللغة الإنجليزية، ممكن طرح هاي الأفكار وترجمتها بشكل ملخصات. طبعاً هذا كله بده تنسيق مع الجهات اللي عم تشتغل على هاي الدراسات أو اللي عم تصدر هاي المعلومات. بس مشكلة اللغة هي مشكلة أساسية بتوفر المعلومة، وما لا متعلقة بس هلأ بانتشار هذا الوباء. مشكلة إنه أغلب المعلومات والوصول لها هو باللغة الإنجليزية، فهو مشكلة عم تواجهنا من يعني بعدة فترات بالاستجابة لعدة نقاط. في نقطة بس يعني لحتى كمان بما أني أخذت الدور بموضوع توفر المواد، يعني بحسب الفرق والناس اللي موجودة جوا بداخل سوريا، المشكلة ما لنا بمواد التنظيف وإنما بالمعقمات. وبعتقد كمان توفر المعقمات هي مشكلة عامة عالمية، يعني بكل الدول صار في هي المشكلة. بس كمان ارتفاع الأسعار اللي صار بأسعار هي المواد المعقمة ارتفعت 5 أو 6 أضعاف، مو بس ضعف واحد. يعني زميلنا اللي موجود بالداخل من شوي بعثنا انه علبة الكمامات اللي كانت ب$1.5 صارت حاليا ب$15. فكمان المؤسسات اللي عم تشتغل بتوفير هاي المعدات او الممولين او الداعمين او الناس اللي حاليا بدهم يتبرعوا، بدهم ياخذوا بعين الاعتبار انه المشكلة ما دائما هي التوفر وانما القدرة على شراء هاي المعدات، وبالتالي التبرع بده يكون اخذ بعين الاعتبار ارتفاع واختلاف الاسعار. في واحد من الأسئلة كمان اللي هو طرحه بسام أوتلي عن موضوع تسطيح المنحنى والدراسات. حكيت بأنه موضوع أنه نعزل كل المجتمعات أو نفرض حظر التجول بمثل ما موجود حالياً بتركيا ولا بدول أوروبا هو شبه مستحيل وغير واقعي وغير منطقي ببلد مثل سوريا وببيئة مثل سوريا، وإنما ممكن يكون الحل هو عزل الفئات. يعني أنا اللي شايفته من خلال اللي عم نحكي وهي الدراسة اللي حكيت عنها بتحكي عن وضع مجتمعات شبيهة بالوضع بسوريا، مجتمعات فقيرة، دول ما عندها قدرة كبيرة على الاستجابة، ومجتمعات ريفية فيها اكتظاظ سكاني كبير. فممكن فكرة عزل الفئات اللي هن أكثر عرضة للخطر تكون هي الأكثر قابلية للتطبيق. بس كمان بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه الناس وهون الشكل اللي عم يطلع على الشاشه اللي هو انا عم اقول ممكن الشكل الثاني اللي هو يتم حجرهم باحياء معينه بضمن المدينه نفسها او بضمن القريه نفسها هو اللي يكون اكثر واقعيه بالنسبه للسياق السوري. بس الوضع الفئات المعرضه للخطر ما نون بس هن كبار السن، ممكن يكونوا حاليا ما مضطرين ينزلوا على الشغل، وانما بعض الناس اللي هن من فئات الشباب اللي عندهم امراض مناعيه واللي عندهم مرض سكري والنساء الحوامل، فهدول كمان بده ينشاف شو الاجراءات اللي ممكن اتخاذها معهم لحتى نقدر يعني يكون في حد ادنى، اذا ما كان عزل فهو تامين لهم لهدول الناس اساليب الوقايه من معقمات من كمامات من كفوف، من انه يصير في لهم معامله خاصه بوصولهم للموارد الغذائيه والخدمات اللي موجوده بهي المناطق. تمام، شكرا هيما. في سؤال كان متعلق بموضوع غلاء الاسعار، انه يمكن كمان الدكتور منذر او الاحلام، هل في اي اجراءات ولا فرهات كمان بالشمال الغربي او الشرقي تم اخذها لضبط الاسعار ومكافحه الغلاء؟ بالنسبة لغلاء الأسعار هون بالمناطق شمال غرب سوريا، الدولار بترتفع معه الأسعار، بيرجع بينزل لكن الأسعار ما بتنزل، والناس هون أكثرها عم تدور على فرص عمل حتى لو بألف ليرة باليوم. الألف ليرة يعني تقريبا دولار شو بدي يساعد عائلة مثلا مكونة من 10 أشخاص، كل شيء غلي حتى ربطة الخبز. فالناس هون لما بتقول لهم أنه معقمات وكمامات ومثلا وكفوف وهيك بيقول لك لا أنا بدي أمن ربطة الخبز لأولادي بلا معقمات بلا كذا. خلينا نكون واقعيين، يعني هذا حديث الشارع، هذا حديث الناس بالمخيمات. فأنا محتار بعائلتي كيف بدي أمن ربطة الخبز، فما بالكم انه انا لسه بدي زيد العبء علي اشتري معقمات وكفوف. الاسعار غاليه جدا، وحتى صار في احتكار بالاونه الاخيره، يعني خلص صار في مثلا طلب زياده طلب على ماده معينه مباشره بتحسي انه فقدت من السوق. تمام. وبنفس
الوقت يعني ما في استجابة من قبل أي جهات أخرى، من قبل المنظمات أو من قبل مثلاً أي جهات، ما في حد عم يساعد الناس هون. بالعكس يعني السلة الغذائية بتجي للناس، صاروا يبيعوها السلة الغذائية مثلاً ب30,000، يعني $30 وشوي، ب30,000 لحتى يصرفوا فيها كل باقي الشهر. تمام، عشان هيك برجع بذكر بضرورة التبرع لكل اللي موجودين. يعني في أكثر من 80 أو 85 شخص معنا من الحضور، إذا كل حدا فينا تبرع ب$10 يعني هذا يعتبر مبلغ بيساعد. أنا والله زينة، أنا بعثت لك رابط، ما بعرف يمكن ما فتح معك، إنه طفل عن جد كثير ألمني يعني منظر طفل صغير عم يسخن مي ببقايا حطب وبقايا أوراق، والطنجرة طبعاً مليانة مي، عم يسخن حطب على الموقد، موقد حطب بس نشان يتحمم. عم قل له أنا ليش يعني عم تعمل هيك؟ عم قل لي بدي أتحمم، طفل صغير. فعن جد يعني هذا المنظر بيصور يعني كتير أطفال بمخيمات أطمي وبغيرها، طبعاً أنا بحكي مخيمات أطمي لأن أنا بعيش بهي المنطقة، كتير عائلات تعاني من فقر مدقع ولا تمتلك قوت يومها والله. شكرا كثير لك احلام. زينة اذا ممكن بس في كم سؤال انسال، بس حابب اعلق عليه سريعا، حكى متعلق بموضوع المعتقلين والافراج عن المعتقلين الرأي بسوريا، وشو ممكن ينعمل يعني الشيء. انا برايي اليوم اللي عم يصير بسوريا والكارثة الموجودة في سوريا، اليوم المعتقلين والمعتقلات والمغيبين والمغيبات الموجودين بالسجون الرسمية وغير الرسمية في سوريا هن الضحية الأكبر لما سيجري وما يجري في سوريا اليوم. لذلك برأيي بأنه اللي عم بيسأل كان شو فينا نعمل، ماذا يمكن تقديمه اليوم، لازم يصير الضغط على كل المستويات بكل المنظمات أو بكل الجاليات السورية الموجودة داخل موجودة خارج سوريا وبكل الفاعلين بشأن العام بسوريا بالحديث على موضوع المعتقلين والمعتقلات في السجون السورية رسمية وغير رسمية، لأن هناك كارثة حقيقية ستحدث لهؤلاء المعتقلين والمعتقلات في حال لم يتم التصرف بشكل سريع. بس حابب نوه على فكرة بأن عادة البيانات اللي عم تطلع عم تحكي على المعتقلين والمعتقلات في السجون السورية، كما ننتبه على أنه النظام كتير بيلعب علي هذه النقطة. اليوم المشكلة الأساسية هي في السجون غير الرسمية، في سجون الأفرع الأمنية، بمعنى هي سجون غير المعلنة موجودة في سوريا. وبالتالي كمان نأخذ بعين الاعتبار بأنه مثلا قرارات اللي بتطلع ما يسمى بالعفو العام، مراسيم العفو العام، هي لا تشمل سجون غير رسمية أو سجون الأفرع الأمنية، هي فقط تشمل لأنه هي غير معترف فيها أساسا، بالتالي هي بيعتبر النظام غير موجودة، هي تشمل فقط السجون الرسمية مثل سجن عدرا وسجن صدنايا مثلا. كمان ننتبه على أنه لما يتم الضغط الكبير أيضا يتم الحديث عن السجون غير الرسمية أو السجون غير المعلنة أو سجون الأفرع الأمنية، والحديث بشكل دائم ومستمر عن موضوع المعتقلين والمعتقلات، لأنه يعني حتى بالدراسة اللي نشرناها نحن سميناهم الضحايا اللي ما لا صوت لهم، نحن صوتهم لهذول الضحايا اللي ما عندهم قدرة يوصلوا صوتهم، نحن صوت الضحايا. بزماناته لما انتشر السل بالمعتقلات السورية حدث كارثي، وأيضا صار في انتشار H1N1، تصير كوارث في سجون رسمي وغير رسمي. بس حابب كمان لكل الموجودين وكل المنظمات دائما بأي بيان بأي تويت بأي بوست بأي رسالة بنحكى دائما يتم الإشارة لموضوع المعتقلين والمعتقلات في السجون الرسمي وغير رسمي في سوريا. شكرا. شكرا كثير لك مازن. نحن عم يداهمنا الوقت، بتخيل يعني اغلب الاسئله تقريبا تم الاجابه عنها، في كم سؤال على كان على المعتقلين والسجون، وفي بشمال شرق على حظر التجول، فرهاد بتخيل جاوبت، وقف اطلاق النار، ضروره الضغط لحدوث وقف اطلاق النار، بتخيل أغلب الأسئلة تقريباً تم تغطيتها. ما بعرف إذا أي حد من المتحدثين حابب يقول في سؤال على مشاركة أسماء منظمات بشمال شرق سوريا تقدم الدعم الصحي أو الغذائي للمدنيين. فرهاد إذا بتحب تجاوب على هذا السؤال قبل ما ننهي. طيب
طيب بدي أذكر إنه نحن رح ننشر التسجيل على الفيسبوك إيفنت. في حدا كمان قال شكرا على تنظيم هذا اللقاء ونتمنى يصير فيه شيء متكرر كمان، يعني بتخيل في إمكانية لهذا الشيء. بتمنى تتابعونا على الفيسبوك. إذا أي حدا من المتحدثين حابب يقول كلمة أخيرة تفضل. تعطيني أقل من دقيقة. تمام. هلا بصراحه من الموضوع يعني وقف اطلاق النار موضوع مهم جدا اللي نحكى عنه. نحن اليوم عندنا منطقه مثلا بجنوب ادلب اللي هي منطقه اريحه وجبل الزاويه، هاي المنطقه ما فيها ولا منشاه طبيه، اخر مشفى تم قصفه باريحه كان مشفى الشامي، وبعدها كل محاولاتنا بصراحه لفتح نقطه طبيه واحده باءت بالفشل. مجرد نفتح نقطه طبيه ولو كان فيها ممرض واحد بعد ساعتين للثلاثه كانت تنقصف، مجرد مشي سياره ساعه تنقصف. فبصراحه عجزنا بكل منطقة جنوب إدلب إنه نحسن نفتح نقطة طبية واحدة بكادر طبي واحد أو نمشي سيارة صعب. فبصراحة نحن كمنظومة طبية نتيجة كل الإنهاك أكيد ما عندنا القدرة إنه نستجيب للكورونا وبنفس الوقت بتكون منشآتنا ما زالت عم تتعرض للقصف والتدمير. تاني شيء، في كتير من سكان المنطقة اللي هي أريحة وجبل الزاوية، لما نحكي عن 1,200,000 نازح نزحوا من المنطقة الجنوبية من إدلب، هدول عملوا اكتظاظ سكاني كتير مرعب بالشمال. فهاي المنطقة لسه ما دخل الجيش، يعني هي ما زالت منطقة محررة، وبالتالي إذا كان في إمكانية لهدول الناس بصراحة يرجعوا على مناطقهم وبيوتهم ونرجع نقدم لهم الخدمات الطبية، هذا بيعالج قسم كتير هائل، قسم كتير مهم وكبير من المشكلة. فبعتقد الضغط طبعاً اليوم ليش ما عم نحسن نستخدم هاي المناطق؟ لأنه ما عم نحسن، يعني أمنياً ما زالت المنطقة معرضة للاقتحام ومعرضة للقصف. ففعلاً إذا بصير في ضغط لوقف إطلاق نار ونحسن نرجع نستخدم هاي المناطق الواسعة ونحسن نستخدم المنظومة الطبية الموجودة أصلاً فيها، هذا بصراحة بيكون مساهمة كتير عظيمة بمواجهة كورونا. فبعتقد الموضوع بيستاهل بذل كل الجهود له. تحياتي، شكراً لكم. شكراً كتير لك دكتور منذر، شكراً جميعاً لوقتكم. إذا حدا بيحب يقول كلمة أخيرة قبل ما ننهي، ورح شارك رابط الفيسبوك إيفنت كمان على الشات مع الكل، وفينا أكيد نكمل المحادثة هنيك. أنا حابب بس تنويه على سؤال آسف أحلام، تنويه على تعليق شفته إنه شو في حلول غير المانحين. حقيقة نحن حلولنا الفردية كأشخاص كسوريين مهمة جدا، بتساهم مساهمة كبيرة، وبدنا ما ننسى إنه يمكن لحد هلا فوق 25% من المساعدات اللي بتوصل لسوريا بتوصل من جاليات سورية موجودة برا، وكانت النسبة أكبر بكثير بالبداية، وما عم نحكي عن المساعدات اللي بتوصل بشكل مباشر للمنظمات، عم نحكي على الحوالات اللي بتوصل كمان لأهالينا، كل واحد عم يساعد عيلته أو أقاربه أو أصدقاء أو حدا، هذا مهم جدا. لكن مع الأسف الحلول بدون مساعدات، بدون المانحين، بدون ما نحن كمان نتحرك صعب. الاقتصاد السوري معتمد اليوم على يعني هو اقتصاد حرب، والواردات تبع المجتمع السوري بشكل كثير كبير في اعتمادية على المساعدات، وهذا تغييره ما بصير، يعني ما ممكن يكون ضمن استجابة لوباء. يعني صعب نقول اليوم استجابة لوباء نجي نغير هي المعادلة المعقدة جدا. ضمن الاستجابة لوباء المهم نحسن ظروف المعيشة تبع الناس من خلال السبل المتاحة والأقنية المتاحة حاليا. شكرا. آسف أحلام أطاطي. أحلام بس تعمل أوكي أميوت. ولا يهمك، الله يعطيك العافية. كلمة أخيرة أنا كمان بدي أحكيها، الله يعطيكم ألف عافية، بتشكركم جميعا على هذا الإنجاز الرائع اللي أول مرة عن جد بيصير، وبيلفت انتباه العالم كله لما يعانيه الوضع السوري والمناطق المحررة والمخيمات. وقلص شيئا فشيئا، طبعا نحن طالعين من أزمة، طالعين من حرب، منهكين من كل النواحي. الوضع التعليمي عندنا يعني متدني جدا، كل مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي وحتى ريف حلب أصبحت مكتظة في منطقة واحدة، فما زالت تستوعب المدارس وكيف تستوعب. أضاف الكورونا علينا هذا الوباء المجرم، الله يخلصنا منه يا رب. طبعا زاد علينا عبء، وإضافة لأنه قلة فرص العمل، قلة فرص الدراسة، قلة المؤونة، قلة المعيشة، الفقر، غياب يعني النظافة وكل مقومات الحياة.
يعني أنا بدي أحكي بصفتي إنسانة مدنية عايشة فعلا مع الناس بشكل يومي. تخيل إنه الناس أقامت خيامها في الفترة الأخيرة على مكبات القمامة، انتشرت أمراض جلدية كثيرة منها الجرب، حتى أنه الأطفال، أنا سمعت حديث يعني أنه بين طفلتين أنه كيف عم تحسن تنامي الليل وأنت ما حكيتي طول الليل، ما حكيتي جلدك، فما بالك إذا كان إجانا هذا الوباء. عن جد بتمنى من كل العالم أنه ينظر لهالوضع الإنساني اللي عايشه شمال غرب سوريا نظرة إنسانية، يعني تأخذ بعين الاعتبار. فنحن منخاف على أطفالنا ومنخاف على أولادنا وعلى عائلاتنا مثلنا مثل كل الناس. نتمنى أنه تتوقف هالهجم الشرسي من قبل قوات النظام، تتوقف هالحرب ونرجع كلياتنا لبيوتنا إن شاء الله. والله يحمي الجميع، وبتشكركم كتير وإن شاء الله منلتقي على خير. شغلة كتير باختصار كمان بالنسبة لشو ممكن يعملوا السوريين، انطرح عدة اقتراحاته، وممكن يكون في ناس ما مو خياره هو التبرع، بس توفر المعلومات مثل ما قلنا باللغة العربية، العمل من الناس اللي هن المختصين بتوفر منصات رقمية للتعليم، بتوفر منصات للتدريب، بمحاولة المساعدة بتوفر هاي المعلومات والمناهج. يعني في أكثر من طريقة بيقدروا السوريين اللي موجودين برا اللي هن عندهم وصول للتقنية المطلوبة وللمعلومة المطلوبة يساعدوا فيها. المؤسسات اللي بتقدر تساعد بتقديم حلول نفسية ودعم نفسي، لأنه كمان هذا الضغط اللي مستمر، يعني نحن في عنا أمراض ما رح تكون بس جسدية، وخاصة بالنسبة للأطفال. المؤسسات الحقوقية والقانونية، وأنا شفت في سؤال موجود على الشات مو على الأسئلة بخصوص شو فيها تعمل، موضوع المناصرة والتواصل مع الحكومات وأصحاب القرار والبوليسي ميكرز بهي الدول هو شيء مهم جدا، وعلى أكثر من مستوى. المؤسسات اللي بدها تشتغل على موضوع المعتقلين، كل المؤسسات لازم تشتغل على موضوع المعتقلين، وصار في أكثر من تحرك بمجال المناصرة بهي القصة، الضغط لوقف إطلاق النار وحماية البنى التحتية اللي أصلا هي مستهدفة. هذا الشيء كثير مهم، وبيقدروا المؤسسات الحقوقية والقانونية يشتغلوا عليه. إيران من فترة أطلقت سراح معتقلين سياسيين بسبب تفشي كورونا. في مجموعة محاميين عم يشتغلوا حاليا بأمريكا على إطلاق سراح بعض السجناء اللي هن محكومياتهم قليلة، لأنه تفشي الوباء يعني أنه هنا ممكن يكونوا مهددين لخطر الموت. الاعتماد على هاي المجموعات الحقوقية والتواصل والتشبيك والربط مع لإنتاج أوراق ضغط وأوراق سياساتية بتساعدنا بجهود المناصرة والضغط على وكالات الأمم المتحدة وعلى الحكومات المنخرطة بالشأن السوري هو شيء كتير مهم. فخيار المساعدة موجود بأكثر من طريقة وعبر أكثر من محور. شكراً كتير.